ألك حاجة أقضيها لك تلقاء نصيحتك التي بذلتها لي؟ تحسنت لي، نصحت. بكى الرجل، قال: أشهد أنك ابن رسول الله، سامحني يا سيدي، لقد أغراني القوم بشيء من المال. قالوا لي: إن أنت أغضبت علي ابن الحسين وجعلته يجهل عليك، يجهل يعني يغضب يشتم، سمي جهل عند العرب جهلا، يجهل عليك، أعطيناك 1000 دينار من الذهب. أصلا كانت لجان متشكلة من الصحابة والتابعين، أنه ماذا، كيف يسقطوا شخصية من؟ شخصية أمير المؤمنين. لجان، والناس ماذا يقولون؟ يقولون: هذا صحابي بعد، سمع ممن؟ سمع من رسول الله. هذا صحابي سمع ممن؟ من رسول الله. يصدقوه أو لا يصدقوه؟ ها؟ بينك وبين الله. الآن لو قيل لك فلان مرجع وعنده حواريين وعنده جماعته، فإذا نقل عن ذلك المرجع تصدقه أو لا تصدقه؟ بل تصدق، قل بابا كان هذا من جماعته. فلهذا استأجر مجموعة ممن؟ من الصحابة والتابعين. قالوا: على وضع أخبار قبيحة في علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلا. المال، هذا الثالوث اللي احنا قلنا اعزائي في البرنامج مولانا، قلنا هذا الاعلام والمال و ها المشروعيه والقدسيه. بابا هذول صحابه. قال: وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله. تبين ثمن شنو؟ ها يستاهل بتعبيرنا بني، يستاهل. فاختلقوا ما أرضاه منهم 4 أساسيين. هذول شغلهم كان شنو؟ وضع الأحاديث. خو هو من بينك ما بين السيد كمال الحيدري يسوي فتنة، اللي يقول بطهارة الإنسان، والذي يقول أنه لا يجوز التعدي على مقدسات الآخرين يحرام، والذي يقول بجواز التعبد بالحجر، هذا يعني احترام الآخر في عقيدته، هذا يؤدي إلى فتنة. ومسلم ويشهد الشهادتين ويقول بتكفيره ويأجج الفتنة الطائفية. زين لعدش ما أججها، صار سنين يسولف فيها. 1434 1435 1400. تحترم قناعاته، تحترم قناعاته، وهذا الذي أنا قلته. نعم. أنه يحرم أكررها 100 مرة، أنه سب ولعن وإهانة مقدسات مو المسلمين، كل البشرية. يعني البوذية ما عنده شنو؟ مقدسات. أنت مو من حقك أن ماذا؟ أن تسبه وتسيء إليه. ماذا قال القرآن على هذه القضية؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدونا. وهذا فيه نص، كل فعل رد فعل، وهذا فيه نص الرواية. إذا صار مجال إن شاء الله أجيب لكم إياه من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتوا لي: عرفوهم محاسن كلامنا فإن الناس لو عرفوا لاتبعونا. إذا طريق تحبيبنا إلى الناس ذكر مساوئ الآخرين وسبهم ولعنهم وشتمهم. لو أنت عرف ما عندك بعبارة واضحة، بيني وبين الله عندما يدخل الإنسان للظلام يلعن الظلام، لو يشعل ماذا؟ يشعل النور أو سراجة شمعة، أي منهما. تعال إلى مكان بيني وبين الله تجد شجرة مثمرة وشجرة مولانا يابسة. الأفضل أن تقف وتذم الشجرة اليابسة لو تبين محاسن شنو؟ شجرة المثمرة. أي منطق هذا؟ هذا لزامه سماحة السيد أنه هذا الدفع بهذا الاتجاه، أن تبين محاسن أهل البيت عليهم السلام، محاسن أخلاقهم، أن توظف طاقاتك ومجهودك وعمرك وقيمتك و حب الآخرين لك، ما عندك ما عندك كل إمكاناتك توظفها في الاتجاه، وما ضيع وقتك وجهدك في إسقاط الآخرين وإسقاط حجتهم والنيل وسبهم وتبهيتهم واتهامهم وتسقيطهم وإصدار الفتوى إلى آخره. هذا منطق ليس، لا أقل، أقل ما أقول فيه منطق قرآني أو ليس منطق قرآني. أتحدى أولئك الذين يقولون منطق القرآن أن يبدأ الإنسان بماذا؟ ها؟ بالإساءة إلى الآخر. هذا ليس منطقه، بل على العكس من ذلك. بل العكس أمامكم. هذا قول الذين يعلمون أو لا يعلمون، هذا قول الذين لا يعلمون. إحنا قلناها في حلقة سابقة، في حلقة ارجعوا إلى القرآن. أحسنتم، ارجعوا إلى القرآن. القرآن أولا وآخرا.